تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. أحسن حاجة عمل، أحسن حاجة إنه يشيل بتاع قال الله وقرر الرسول ده. في ذكرى 30 من يونيو، ما الذي تبقى للمصريين بعد 11 سنة من خدعة قد الدنيا؟ مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. وما هي كواليس تأخر تشكيل حكومة مدبولي وعلاقتها بشروط محمد بن سلمان؟ وماذا عن خطط الخروج من بئر الظلام والغلاء؟ أم أن مصر على موعد مع إنتاج 30 يونيو جديد؟ تابعونا في حلقة استثنائية من مصر النهاردة، يأتيكم في الأوقات التالية.